الفراولة الفراولة بتاع الفراولة الفراولة بتاع الفراولة المنور يا عبد احسن يا دي محتاجين فرنت الفراولة بتاع الفراولة الفريز الفراولة الفريز أو الفراولة تقاوم السرطان هلا هيك بيقولوا بالعامية تعمل على تبريد الكبد والدم والطحال والطرق الصفراوية بمعنى أنه بتساعد على تنقية الدم وتعالج أوراق الفراولة التهابات للثدي تفيد الفراولة في علاج النقر سكاوت تفيد المصابين بتدرم السل في علاجه لما تحتويه من فيتامينز خصوصا فيتامين سي اللي بيرفع المناعة تحفظ الفراولة حرارة الجسم تحفظ الفراولة أو الفريز يحفظ حرارة الجسم وتخلصه من تراكم الحصى في المرارة والكلية عصير الفراولة ينشط الجسم ويخلص البشرة من البثور عصير الفراولة يفيد في علاج التهاب الحلق سام الفراولة في حالة فقر الدم عصير الفراولة يعالج التهاب المعدة وقرحة المعدة يستعمل محروس الفراولة لإزالة تجاعيد البشرة تفيد في عدم تدهور القوى العقلية وخاصة للمسنين لأنه فيها أنتي أوكسيدانس يعني تساعد على امتصاص السموم من الجسم سهلة الهضم تساعد الفراولة على تقليل القلق والتوتر احتوائها على فيتامين سي تساعد على خفض مستوى الدهون الضارة في الجسم مثل الكوليسترول الضار تقوي الرغبة الجنسية لما تحوي بذورها من معدلات عالية من الزنك كما علما أن الزنك هو أكثر العناصر المدعمة للجنس والزنك يدخل في تركيبة الحيوانات المنوية على الرغم من الفوائد اللا متناهية للفراولة إلا أن بعض الأشخاص يعانون من الحساسية تجاه هذه الفاكهة صغارا كانوا أو كبارا فترى الشخص الذي يعاني من هذه الحساسية يبدأ بحك جسمه فور تناوله الفراولة أو أي شيء يحتوي عليها مثل أنواع معينة من الحلويات أو المشروبات التي تحتوي على هذه الفاكهة ومن الأفضل تجنب تناول الفراولة من قبل الأشخاص المصابين بهذه الحساسية من المشروبات الشهية والمحببة لدى الجميع هو عصير الفراولة الطازج مكوناته بتكون حسب الرغبة ماء بارد سكر ما بفضل أبدا ميكس وممكن نضيفه حليب وعسل حسب الحاجة إذن الفراولة فاكهة غنية بالماء وفيتامين سي والمواد الضرورية للجسم وهي تساعد على ترطيب البشرة الجافة وتجدد خلاياها وتخلصها من الجفاف مشكلتها الوحيدة أنها قد تسبب حساسية خاصة لدى صاحبات الجلد الحساس لذا يفضل أن تجرب الخليط على الذراع أولا قبل استخدامه على الوجه الوصفة هون اهرسي حبتين أو ثلاثة من حبات الفراولة الطازجة والناضجة ثم أضيف إليها ملعقتين من عصير الليمون الطازج ثم ضعيها على بشرتك وادلكيها بحركات دائرية بسيطة مع تجنب استخدامها حول العينين والشفاه حاولي أن تجددي القناع كل أسبوع بمعنى أنه تعملي بالأسبوع مرة للحصول على بشرة مشرقة خالية من مظاهر الجفاف إذن لساتنا عم نحكي عن الفراولة اكتشف باحثون أمريكيون أن مادة الفيستين الموجودة في الفراولة مفيدة لصحة الإنسان بسبب خصائصها المضادة للأكسدة ومساهمتها في تخفيف تعقيدات مرض السكري فهي مضادة للتأكسد وتحمي الأعصاب وتخفف من معدلات البروتين العالية في البول مرضى الكلى إذن الفراولة غنية بالأنتي أوكسيدانس فيها معدلات سكر منخفضة دور الهام في صحة القلب تحمي من أكسدة الدهون التي قد تسبب انسدادا بالشرايين من بين فوائد الفراولة تحمي من الإصابة بالسرطان كونها غنية من مضادات الأكسدة يقال إنها من أغنى الفواكه مضادات الأكسدة تقي من الإصابة بالسرطان الحماية من الإصابة بالتهاب المفاصل تخفيف ضغط الدم الحفاظ على صحة العين رفع القدرات الدماغية خسارة الوزن تبييض الأسنان مقاومة التجاعيد تحسين صحة البشرة إذن لها دور في تنشيط خلايا المخ إذن لها دور في الذاكرة تعزيز المناعة وخاصة لدى الأطفال مليئة بالمعادن المغنيسيوم اليود النحاس ترطيب الشعر تزيد معدل حرق الدهون تقي من إصابة بأمراض سرطانات القلب الجلطات خفض ضغط الدم تخفف من الإصابة بالربو تبييض الأسنان علاج اكتئاب الشتاء هلا بالنسبة للربو بدنا نعتبر أو ناخذ بالنا من الشغلة
بالنسبة للربو قد يسبب الفريز، هي من الفواكه اللي بتسبب حساسية، لهيك لازم ننتبه من هذا الموضوع. قلنا بالنسبة لها فوائد الأسنان، ممكن تهرسوا حبة فراولة وتستخدموها بالفرشاية لتبييض الأسنان، تقييم من الأمراض، لأنها غنية بمضادات الأكسدة، تقوي العظام، لاحتوائها على المغنيسيوم بوتاسيوم المنغنيز، مقاوم التجاعيد لأنها تحتوي على فيتامين سي، تقي من تكون حصيات الكلى، معالجة الإسهال، احتوائها على التالين، تنظم ضغط الدم بما تحتويه من بوتاسيوم، تحمي من الإصابة بالسرطان، تقوي المناعة، تعزز صحة العين، تقاوم الشيخوخة، تخفض مستوى الكوليسترول الضار بالجسم، تخفض ضغط الدم، تحمي من أمراض القلب، وتحسن وظائف الدماغ، تعالج اكتئاب الشتاء، تقاوم السرطان. قلت على هالشي وبركز عليه كتير. أوراق الفراولة تعالج التهابات اللثة، تفيد في علاج النقرس. هلا الفراولة تحتوي 33 كالوريز لكل 100 جرام، تحتوي على قدر عظيم من فيتامين سي، وهو تتفوق وهي تتفوق بما تحتوي من ذلك الفيتامين. هلا الليمون 56 ملي جرام سوري لكل 100 جرام، كما تحتوي على الحديد وحمض اللاج أسيد الذي يقي من الإصابة بالسرطان ويبيض الأسنان. في فواكه كتير تحتوي على الفيتامين سي، خلوني أحكي عنها بفيديو تاني. هلأ نفس الشيء أنا هالفيديو بحكي كله، بكون تشوفوا معلومات بكل مكان. فائدة هالفيديو أنه لكم فورا اتوجهوا للقناة الأولى، القناة الأولى، آخر فيديو هذا القناة الأولى. إذا بالنسبة للفوائد اللي شفناها بالنسبة للفراولة لا أحكي لاحقا، ونزل أبحاث كتير عن الحساسية وزمرة الدم، ولكن بالنسبة للفراولة بالنسبة لزمرة الدم أو هي غير ضارة، بالنسبة لزمرة الدم A هي غير ضارة، بالنسبة لزمرة الدم B هي غير ضارة، وبالنسبة لزمرة الدم A B غير ضارة. شو يعني غير ضارة؟ لما يكون نحن بنعاني من مشاكل مرضية، تمام، فنستخدم أو اللحوم، الأسماك، الدجاج، الحبوب، الخضار، الفواكه وما شابه ذلك المفيدة جدا. فإذا هو الفريز ما نوع من الفواكه المفيدة جدا، مو مثل الخوخ. عنا نحن شفنا من زيوت زيت الزيتون مفيد لكل الزمار، الخوخ مفيد لكل الزمار، هون الفراولة لا غير ضارة، إذا لا تستخدم هي كعلاج. هاد كان الفيديو، هاي فائدة الفيديو. أما الفيديو بالمجمل بسيط من حيث الترتيب، الإعداد بسيط، المعلومات الأولية ممكن تشوفوها بأي مكان. أما هذه المقارنة وهون ناخذ أنا نحن ننتبه إنه فواكه تكون مفيدة. إن عجبكم الفيديو اعملوا لايك، شير، سبسكرايب، فعلوا زر الجرس. كان معكم دكتور باسم.